إن غدا لناظره قريب، وزير الصدر يتوعد القوى السياسية ويكشف عن مبررات جديدة لزعيم التيار الصدري دفعته لسحب نوابه من البرلمان. ومع استمرار الخلاف على المنصب، الإطار يستعد لإعادة سيناريو 2018 لحسم رئاسة الجمهورية، واجتماع مرتقب للحزبين الكرديين برعاية أممية. بأعلى إيراد شهري بتاريخ العراق، النفط تعلن تحقيق أكثر من 11 مليار دولار في حزيران، والحكومة تتحدث عن توظيف جديد للوفرة المالية. موقف كورونا يلامس حاجز 3000 حالة، وإصابات الحمى النصفية ترتفع إلى 226، والصحة تسارع الخطى للسيطرة على الموقف. الأنباء بالتفاصيل من الرابعة، أهلا بكم. ونبدأ نشرتنا من تطورات المشهد السياسي، إذ كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن 10 مبررات جديدة دفعته إلى الانسحاب من العملية السياسية. وذكر وزير الصدر أن أغلب الكتل السياسية الشيعية التي انتماؤها لآل الصدر رفضت ترشيح ابن مرجعهم لرئاسة الوزراء، متهما بعض السياسيين بخيانة الصدر والركون لغيره. وزير الصدر أشار إلى أن البعض يتوهم بأن قرار انسحاب الصدر هو تسليم العراق للفاسدين والتوافقيين، مبينا بأن الانسحاب هو تسليم لإرادة الشعب ولقراره، وإن غدا لناظره قريب. هذا وكشف القيادي في الإطار التنسيقي أحمد العوادي عن تحركات لإعادة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى العملية السياسية. العوادي قال إن المحاولات الجارية حاليا لإعادة الصدر لمصدر القرار وتحديدا تشكيل الحكومة المقبلة. وتابع العوادي أن الإطار التنسيقي سيدعم سيد الصدر في حال ترشيحه أي اسم لمنصب رئيس الوزراء، لافتا إلى أن المهم أن يتفق الجميع على من يرشحه وبرنامجه ودعمه. إلى ذلك، نفى الإطار التنسيقي تداول فكرة أن يكون رئيس الوزراء من المستقلين على مستوى الحوارات الداخلية والخارجية. النائب عن الإطار محمد الصيهود ذكر أن المرحلة المقبلة مرحلة صعبة ومهمة، وتحتاج إلى شخصية كفوءة ونزيهة ومهنية وقادرة على أن تدير ملف رئاسة الوزراء. وأشار صيهود إلى أنه سيتم طرح مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، الذي سيتم الاتفاق عليه ما بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي الأول. لوحت حركة عصائب أهل الحق بالتصويت لصالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية في حال عدم الاتفاق مع الديمقراطي على مرشح مشترك. وأعرب المتحدث باسم المكتب السياسي محمود الربيعي عن أمله في أن يصل الكرد إلى اتفاق على مرشح واحد، موضحا أن الإطار سيذهب للتصويت لمرشح الاتحاد الوطني تثمينا لموقفهم الداعم والثابت في المدة الماضية في حال عدم الاتفاق، فيما لفت إلى أن التصويت على مرشح منصب الرئيس سيتم بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي للبرلمان. هذا وكشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اجتماع قريب سيجمعه مع الاتحاد الوطني وأحزاب كردية لبحث ملف تسمية رئيس الجمهورية. عضو الحزب علي الفيلي قال إن الاجتماع المرتقب سيعقد برعاية رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني لبحث عدة ملفات أبرزها تسمية رئيس الجمهورية. وأشار الفيلي إلى أن الديمقراطي يرى ضرورة تغيير مرشح الاتحاد برهم صالح، وبالمقابل سيقوم الديمقراطي بالتنازل عن مرشحه ريبر أحمد والإتيان بأسماء جديدة للمنصب.
بواسطة ثلاث لجان متعددة المهام يتحرك الإطار التنسيقي بخطى متسارعة للوصول إلى مرحلة التكوين الحكومي بعد طول توقف في محطة الانسداد التي بدأت ملامحها تتلاشى عن المشهد السياسي. بثلاث لجان مختلفة المهام يتحرك قطار الإطار التنسيقي نحو محطة تشكيل الحكومة المقبلة، مهام توزعت بين كتابة البرنامج الحكومي وأخرى المضي في التفاوضات إلى جانب إدارة القرار السياسي. أقوى سياسية بيّنت إن المعادلة الجديدة هي ما أتاحت للإطار أحقية تشكيل الحكومة كونه المكون الشيعي الأكبر المعني بذلك، لذا تشهد الساحة السياسية جولات مختلفة من التشاورات مع توقعات بأن يكون الحراك أسرع خلال الأيام المقبلة. بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان أصبح الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر والكتلة الممثلة للمكون الشيعي، وهذا يعطيه الحق في أن يكون هو صاحب الخطوة في المباحثات وتشكيل الحكومة. وأعتقد أن الخطوات ستكون أسرع بكثير من المرحلة السابقة، لأن مرحلة الانسداد السياسي أعتقد قد انتهت، واليوم أصبحت الخطوط واضحة، لأن الإطار التنسيقي أفكار أنه حكومة مشاركة وطنية، حكومة متوازنة تشارك فيها جميع المكونات. مشوار لن يكون باليسير من وجهة نظر أطراف سياسية أخرى، إذ تمتلك القوى في المكونين الكردي والسني والتي يسعى الإطار المضي معها في رحلة تشكيل الحكومة جملة مرتكزات تنتظر التفاوض، ما يحتم إيجاد منطلقات بديلة تفتح الآفاق لمشهد الانغلاق السياسي. أعتقد على الإطار التنسيقي أن ينفتح أكثر و تكون عينه على الشارع وعين على الكتل السياسية وعين على حكومة تصريف الأعمال، مهمة جسيمة وليس سهلة، عليه أن يكون جادا وينفتح ويجد بدائل لهذا التعقيدات في المشهد السياسي والاهتزازات التي رافقت العملية السياسية بعد الانتخابات. وتكشف مصادر مقربة من الإطار التنسيقي إن عملية البحث تجري الآن عن صفات الشخصية التي ستكلف برئاسة الوزراء، على أن تجتمع فيه القوة والنزاهة والكفاءة والقدرة السياسية فضلا عن مقبولية جميع الأطراف. حراك بمختلف المستويات والاتجاهات، فما بين هنا وهناك كل يدلي بدلوه أو يسعى بسعيه لتهيئة تحالف يمضي بتشكيل الحكومة المقبلة. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. النائب السابق عن دولة القانون السيد حيدر المولى معنا عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، أهلا بك سيد حيدر. حدثنا بداية إذا كانت لديكم معلومات نهائية حول ما توصل إليه الإطار في مباحثات مع الكتل بخصوص الحكومة الجديدة، هل تم الاتفاق عليها مبدئيا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. أهلا. الحقيقة المفاوضات حسب المعلومات أن المفاوضات مستمرة، وأن هنالك حديث من قبل الإطار مع الحزبين الكرديين على ضرورة أن يتم الانتهاء من تحديد أو الاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية، لأن الاستحقاق الأول في المرحلة المقبلة هو رئيس الجمهورية، ومن بعده رئيس الجمهورية يكلف رئيس الوزراء. نعم. حسب المعلومات أن الأحزاب الكردية يعني في طريقها إلى التوصل إلى حل بشأن اختيار شخصية لرئاسة الجمهورية تكون مقبولة من قبل الأطراف الكردية وكذلك مقبولة من قبل بقية الأطراف. أما على صعيد الإطار التنسيقي، أعتقد أن الاجتماعات مستمرة وأن الإطار يريد أن ينتهي من قضية تسمية شخص رئيس الوزراء. نعم. بحلول عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. هو هنا سؤال يتعلق بعامل الوقت والمدة، ذكرتم أنه تشكيل الحكومة هو بعد عطلة العيد، هل هذا ممكن؟ هل هناك أسماء مرشحة على الأقل لرئاسة الوزراء؟ لحد هذه اللحظة لم تطرح أسماء لرئاسة الوزراء، وإنما طرحت آلية لاختيار شخصية رئيس الوزراء. بعد أن تطرح الآلية والكيفية التي يتم الاختيار عن طريقها، عند ذاك سيتم طرح الأسماء وسيتم اختيار شخص وفق الطريقة التي
سيحدد هالإطار، وأعتقد أن يوم غد سيكون لدى الإطار التنسيقي اجتماع بهذا الصدد، بصدد وضع الآلية من أجل اختيار شخص رئيس الوزراء. قبل قليل سيد حيدر تحدثت عن المفاوضات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، واضح أنهم حتى هذه اللحظة لم يتفقوا على تسمية مرشح منصب رئاسة الجمهورية. هل يمكن القول أنه سيمرر عبر الكتلة الأكبر من خلال التصويت في البرلمان؟ قبل قليل تابعنا تصريح لبعض الأعضاء في الإطار تحدثوا عن إمكانية التصويت لصالح مرشح الاتحاد. يعني لا يحبذ، حسب فهمي ومعلوماتي، لا يحبذ الإطار التنسيقي أن يذهب بدون أن يكون هنالك اتفاق ما بين القوى الكردية. نعم. لذلك هو يأمل وينتظر أن تستمر هذه المحادثات، وحسب المعلومات أن هنالك تقارب في وجهات النظر ما بين القوى الكردية. نعم. أعتقد أن الإطار سينتظر الاتفاق الذي سيتم ما بين القوى الكردية من أجل الشروع بإنجاز بقية الاستحقاقات الدستورية. أنا أشكرك أن النائب السابق عن دولة القانون السيد حيدر المولى، شكرا جزيلا لكم سيد حيدر. اقتصاديا، أعلنت وزارة النفط أن الإيرادات النفطية المتحققة لشهر حزيران الماضي بلغت أكثر من 11 مليار دولار. الوزارة في بيان ذكرت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران بلغت 97 مليون و 980 ألف برميل، مبينة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 113 دولار للبرميل الواحد. هذا وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن وجود حزمة واسعة من المشاريع التكنولوجية المدرة للدخل سيتم إطلاقها حال تحقيق وفرات مالية نهاية السنة الحالية. صالح قال إن الوفرات المالية إذا تحققت بعد نفقات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي فستقدر ب 15 مليار دولار. ولفت صالح إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة تتجه نحو توظيف تلك الأموال استثماريا بحزمة صناعات كبرى ذات صفة استراتيجية وميول تصديرية للمنتج الذي سيعتمد على المدخلات الوطنية. أول مركز بحثي في مجال الطاقة المتجددة تقترب جامعة بابل من قطع شريطه، معتمدة على منحة البنك الدولي التي خطفتها من بين 300 جامعة متنافسة. الاعتماد على الطاقة النظيفة استراتيجية اتخذتها جامعة بابل بعد فوزها بمنحة البنك الدولي من ضمن 300 جامعة مشاركة لإنشاء أول مركز بحثي بالطاقة المتجددة، إذ يعتبر من المشاريع الأولى في محافظة بابل. وهذا المركز كما يعلم الجميع هو مركز يتوافق مع البيئة النظيفة من خلال استخدام البيئة النظيفة في الأمور التي تخص الجامعة، وهو مركز حقيقة مدعوم من قبل البنك الدولي وعن طريق مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. توزعت هذه المنحة لشراء المعدات وتجهيز كوادر مختصة بهذا المجال بغية تطويره واللجوء إلى الطاقة النظيفة مستقبلا، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتفعيل استخدامها والتحول من الطاقات الاعتيادية إلى طاقات متجددة، وبالتالي يعتبر فرصة ابتدائية علمية تحاكي ما موجود بالدول العالم. الطاقة النظيفة يرتفع استخدامها نتيجة انخفاض أسعارها، فهي بديل مستقبلي عن الطاقة التي تستخدم مادة الغاز أو البنزين في تشغيلها. 250 ألف دولار هي تكلفة مشروع الطاقة المتجددة في جامعة بابل، والهدف منه هو الاعتماد على الطاقة النظيفة في السنين القادمة. زيد الشهي، برابعة، بابل. حذرت وزارة الزراعة من تصحر 55% من المساحة الكلية للعراق.
وذكرت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر راوية مزعل إن مشكلة التصحر تحتاج إلى تضافر جهود كبيرة من القطاعات ذات العلاقة، والأمر ليس مقتصرا على وزارة الزراعة لوحدها، لافتا إلى أن بوادر الاهتمام بهذه المشكلة بدأت تلوح في الأفق، ونأمل خيرا من قانون الأمن الغذائي في توفير التخصيصات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، موضحا أن مساحة الأراضي المتصحرة تبلغ نحو 27 مليون دونم، أي ما يعادل تقريبا 15 من مساحة البلد. من جهته أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حسن التميمي أن 13 مليون دونم من الأراضي الزراعية باتت غير صالحة للزراعة بسبب نقص المياه، وحذر التميمي من ارتفاع أعداد المهاجرين من الريف في حال عدم إيجاد حلول سريعة، داعيا الحكومة إلى الضغط على دول الجوار لكي تطلق حصة العراق المتفق عليها دوليا كاملة، لافتا إلى أن العراق متأخر جدا في استخدام أنظمة الرأي الحديثة، مبينا أن الآبار الارتوازية لو دخلت فعلا ضمن خطة مدروسة وصحيحة سيكون لها دور إيجابي. بموجة وصفت بغير المسبوقة تقسو حشرة الدوباس ومرض البياض الزغبي على أعناب صلاح الدين، ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين بسبب العجز عن تلبية حاجة السوق من المنتج المحلي. يبدو أن الأمراض الانتقالية والمعدية لم تعد حكرا على الإنسان، فها هو محصول العنب أحد أشهر المحاصيل التي تنتجها مدينة الدجيل في صلاح الدين، يتعرض لمرض الدوباس والبياض الزغبي الذي تسبب بخسائر كبيرة للفلاحين بعد أن تحولت محاصيلهم إلى ثمرات متيبسة. ظهرت الكثير من الأمراض يعاني منها الفلاح العراقي، يعني الدوباس، عندك حشرة سكادة، كذلك الزغبي والفطري والحشري خصوصا العنكبوت. لذلك انه ماكو توجه من وزارة الزراعة، من محافظة صلاح الدين، انه تابع الفلاح العراقي، يشوف حاجاته، يشوف ايش يحتاج النبات حتى ينمو بصورة صحيحة. يعني ما يقدر تقريبا 85-90% من البساتين هي مصابة بهذا المرض، علاجات ماكو، يعني وصلنا إلى مرحلة اليأس وبدأنا نتركها لأنه الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهو ما عندنا أي طريقة أخرى يعني لعلاجه، لأنه جبنا علاجات أصبحت بها مضاعفات أخرى. يعني موجة الآفات الزراعية هذه وصفها خبراء بغير المسبوقة، إذ تشهد أغلب المحاصيل الزراعية موجة من الأمراض المتنوعة والمختلفة التي يعزوها البعض إلى الإهمال الحكومي في دعم الفلاحين وتوفير العلاجات اللازمة لهم. حقيقة بدأت تتراكم الأمراض والآفات الزراعية في البساتين وكذلك المحاصيل الزراعية سنة بعد أخرى بشكل كبير نتيجة الفشل الحكومي وكذلك حالة اللامبالاة من قبل الجهات المختصة وخصوصا وزارة الزراعة لدعم الفلاح ولمواجهة تلك الآفات الزراعية، وبالتالي يضطر الفلاح للاعتماد على نفسه وخصوصا المكاتب الزراعية في شراء المبيدات، وهذه بكل تأكيد لم تجدي نفعا في القضاء على تلك الآفات الزراعية، وهذا ما أدى إلى تراكمها بشكل كبير وبدأت تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية. وتهدد هذه الآفات مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي قد تجعلها بعد سنوات غير صالحة للزراعة. ثاني أهم الموارد الاقتصادية بعد النفط يتأثر بموجة من الآفات الزراعية التي باتت تفتك بمختلف المحاصيل وسط تفرج الجهات المختصة. محمد عادل الربيعي، الرابعة، صلاح الدين. أعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي اليومي للإصابة بفيروس كورونا، كاشفة تسجيل بياناتها 2952 إصابة جديدة. وقالت الوزارة إنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة، بما بلغ عدد المتعافين من المرض 720 حالة. ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتلقي اللقاح المضاد لكورونا تجاوز 12460 شخصاً في يوم واحد. وزارة الصحة أعلنت أيضا ارتفاع حصيلة الحمى النسفية الكلية
إلى 226 إصابة في عموم العراق. المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قال إن الوزارة سجلت في الساعات 24 الماضية حالة إصابة جديدة بالحمى النسفية في محافظة ذي قار. وأضاف البدر أن ذلك رفع عدد الإصابات الكلي إلى 226 من ضمنها 36 حالة وفاة. وبالتزامن مع تفشي الحمى النسفية والأمراض الموسمية المعدية الأخرى، تستمر ظاهرة الجزر العشوائي وذبح الطيور على الطرقات بالتفشي دون أن تجد إجراء يتصدى لها أو يسيطر عليها. باعة متنقلون هنا أو هناك في الطرقات يفترشون بضاعتهم، يذبحون الطيور والماشي لبيعها والاسترزاق. ووسط غزارة الدماء والروائح الكريهة الناتجة من عملية الذبح، لا يجد هؤلاء الباعة غير تلك الأماكن لاستحصال أرزاقهم، مع تأكيداتهم على أن ما يذبحونه من الماشية قد تمت معاينته من قبل الجهات الصحية وهي مختومة. هي الحمى مو بالغنم، بالعجل، بالهاشة المرض. شو ذبوا علينا على الأغنام؟ شو القطع رزقنا والله صار 4 أيام 5 أيام ما مستفتحين، وهاي ضحايا العالم حتى ما حد اجى اشترى. السوق من الجنوب ما يدخل اللي جاي اذا ما مر على البيطره. والله تلقيح تلقيح اللي يجي اللي جاي طب البغداد. وكتابه من البيطره اللي يدخل اللي جاي. هاي مال الحمى النزيفيه يعني اثرت علينا مو شلون ما كان. مال ما داي مال سوها مال التجار على اللحوم يصعد الدجاج والسمك، مال لحم مال الطريق الشمالي. ولا زالت وزارة الصحة تحذر من طرق الذبح العشوائي وشراء اللحوم من الأماكن المعرضة للأتربة والحشرات، فاللحوم غير المغطاة تعد الخلاص من الدماء بطريقة صحية، سيعرض البائع والمشتري لخطر الإصابة بالحمى النسفية والتي ارتفعت أعداد إصاباتها خلال الأشهر الماضية. هناك تطورات خطيرة، يعني 214 حالة وصلنا منذ بداية العام 2022، منها 36 حالة وفاة، وهذا رقم غير مسبوق منذ تسعينات القرن الماضي. نحن مقبلين على عيد الأضحى، موسم ذبح وتزداد التجارة بالحيوانات، نقل الحيوانات، وهنا دور الجهات الأمنية، أمانة بغداد، الجهات البلدية، الحكومات المحلية في وضع حد لهذه الظاهرة السلبية. احنا دورنا في الصحة هو تشخيص الحالات، تقديم الرعاية الطبية والتثقيف والتوعية الصحية بالشراكة معكم. وتعود هذه الظاهرة بآثار سلبية كبيرة على جمالية الشوارع والساحات العامة، ففيها مظهر غير حضاري للمدن يجب الخلاص منه من طريق توفير البدائل لعدم قطع مصدر عيش الآلاف من الجزارين المتخذين الشوارع والطرقات مصدرا لبيع اللحوم. إيجاد أماكن بديلة تتوفر فيها الشروط الصحية وإبعاد الذبح العشوائي عن الطرقات وناصية الشوارع سيضمن عدم استفحال الأمراض كالحمى النزيفية، فضلاً عن عدم تأثر مصادر عيش هؤلاء الباعة. من بغداد حيدر نصيف، قناة الرابعة. أمنياً، أفادت مصادر أمنية باستشهاد جندي وإصابة 2 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في تل عفر غرب مدينة الموصل. وذكرت المصادر أن عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش انفجرت في قرية الصالحية ضمن قضاء تل عفر، ما أسفر عن مقتل جندي من الفرقة 15 في الجيش وإصابة 2 آخرين، لافتة إلى أن أحد المصابين منتسب بشركة الاستكشافات النفطية من الفرقة الزلزالية. نفت وزارة البيشمركة إعلان النتائج النهائية لحادث الهجوم الصاروخي على حقول النفط والغاز في السليمانية. وقال مصدر في البيشمركة أن هناك لجنتين للتحقيق شكلتا من قبل الحكومة الاتحادية وأخرى عن حكومة الإقليم، لكنهما لم تتوصلا حتى الآن إلى نتيجة نهائية بشأن الهجمات على حقل كورمر الغازي بمحافظة السليمانية، مؤكدا أن كل ما أعلن عنه من قبل الوسائل الإعلامية
غير الدقيق. إلى ذلك، كشف قائم مقام قضاء العمدية في محافظة دهوك ورشين سلمان بأن الطائرات التركية قصفت مناطق متعددة في القضاء. وذكر سلمان أن القصف تركز على محيط قرى سركلي من قبل الطائرات الحربية من دون معرفة الخسائر الناجمة. يأتي هذا مع استمرار الاستهدافات التركية بحجة تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني المناوئ لأنقرة. تقترب قيادة العمليات المشتركة من تشكيل لواءين من الجيش والبيشمركة لملء الفراغ الأمني في المناطق الفاصلة بين المركز والإقليم، فيما يرى أهالي سهل نينوى أن تشكيل قوة عسكرية جديدة سيعقد المشهد الأمني. تحت مسمى ضبط الأمن في مناطق الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها، اقتربت قيادة العمليات المشتركة لتشكيل لواءين من الجيش والبيشمركة لملء الفراغ الأمني والفاصلة بين الإقليم والمركز، بعد اتفاق بين رئيس حكومة إقليم كردستان ومصطفى الكاظمي، وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية على المناطق في حال تشكيل تلك القوات. نحن كممثلين الأقليات في سهل نينوى نرفض رفضا قاطعا بتشكيل هذه اللواءين، ونرفض بمساومة الحكومة بتشكيل هذه اللواءين على حساب الأقليات. نحن أبناء الأقليات في هذه المناطق من الشبك والتركمان والمسيحيين، نرفض بشدة اتيان هذه القوات إلى مناطقنا، لأن تجربة قبل هذا قبل 2014 مرينا بها وكانت النتيجة سلبية. ويرى أهالي سهل نينوى من الأقليات بأن تشكيل قوة عسكرية جديدة في المنطقة سوف يعقد المشهد الأمني ويكون قنبلة موقوتة ومنطقة صراع عسكري دائم، طالما تتواجد فيها قوات عسكرية دون وجود مبرر حقيقي، وخاصة أن المنطقة تنعم بالأمن والأمان في ظل تواجد الجيش والحشد. تسمى بالمناطق المختلفة عليها مناطق آمنة الآن، تشهد استقرار أمني كبير بفضل تواجد قوات الحشد الشعبي، ما يثار في الإعلام عن نية الحكومة العراقية بتشكيل لواءين من الجيش العراقي والبيشمركة سيزيد من الاحتقان الطائفي ربما وغضب من المواطنين باعتبار المنطقة آمنة ومستقرة وبيد أبنائها من القوات المسلحة. ويرى مختصون كان على رئيس الوزراء وضع خطط بديلة بدعم القوات الأمنية الرسمية في تلك المناطق من الجيش والحشد بزيادة ملاكاتها وعدد المنتسبين وتسليح القوات بمعدات وآليات عسكرية كافية للقدرة على مسك الأرض وليس خلق مشكلة جديدة. وتشمل مناطق الفراغ الأمني مساحات واسعة تبدأ من الحدود السورية غربا عند محافظة نينوى، مرورا بصلاح الدين ثم كركوك وصولا إلى ديالى عند حدود إيران. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. النشرة انتهت. تذكير بعناوينها: إن غدا لناظره قريب، وزير الصدر يتوعد القوى السياسية ويكشف عن مبررات جديدة لزعيم التيار الصدري دفعته لسحب نوابه من البرلمان. مع استمرار الخلاف على المنصب، الإطار يستعد لإعادة سيناريو 2018 لحسم رئاسة الجمهورية، واجتماع مرتقب للحزبين الكرديين برعاية أممية. بأعلى إيراد شهري بتاريخ العراق، النفط تعلن تحقيق أكثر من 11 مليار دولار في حزيران، والحكومة تتحدث عن توظيف جديد للوفرة المالية. موقف كورونا يلامس حاجز 3000 حالة، وإصابات الحمى النسفية ترتفع إلى 226، والصحة تسارع الخطى للسيطرة على الموقف. كانت هذه نشرة أخبار المنتصف من الرابعة. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا
يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام وتويتر. شكرا لكم، إلى اللقاء.